مع الطلب ان شاء الله. بغيت نرحب اليوم كذلك بالاساتذه الاجلاء وبالاخوان الصحفيين ودائما موجودين دائما كيلبيو الطلب ديال هذه الفئه وكيشجعوا هذه الفئه، لان ما تنساوش هذه راه الدوره 22، لان الدوره 22 سنه. هنا كتشكر اللجنه ديال اللجنه يعني التحضيريه لهيئه او اللجنه التنظيميه اللي كتهيئ الارضيه، وهادشي راه كيجيب واحد الصعوبه، ولكن راه كله اجر. هذا الانسان فين غيتخلص؟ الله سبحانه هو اللي غيخلص. اذا هاد العمليه غادي تنطلق ان شاء الله، وغادي نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المخلوقين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.